نعم. طبعا المسيرة الحقيقة يعني المسيرة كانت مسيرة جيدة. نعم. والحمد لله يعني أثمرت على كثير من النتائج الإيجابية التي انعكست إيجابا على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات والشركات وعلى أيضا مستوى القطاعات الحكومية. نعم. لكن الآمال أكبر مما تم إنجازه حتى الآن. يعني أحلام مواطني دول مجلس التعاون أكبر مما تحقق الآن. ولا شك أن الحقيقة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي وضعوا الأسس القوية لقيام هذا الكيان واستمراريته، بحيث يحتوي الكثير من القضايا الاقتصادية وغير الاقتصادية على الأمد البعيد. نعم. على سبيل المثال، اهتم هذا المجلس بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ورأينا هذه المسيرة انعكست في كثير من المشاريع المشتركة التي تمت بين دول المجلس على قطاع المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية. أيضا كانت هنالك الحقيقة خطط واستراتيجيات للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع برامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة. نعم. وأيضا الاتفاق على سياسة تجارية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا إقامة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي. نعم. هذه القضايا الحقيقة قضايا اقتصادية، وهناك قضايا أخرى غير اقتصادية. يعني صحيح. لعلك أنت يعني بتركز على الناحية الاقتصادية أفضل. بكل تأكيد دكتور. وأنا أحب يعني أركز على هذه الجهة لأن هي محور اهتماماتي، يعني زي ما تفضلت في المرحلة السابقة. نعم. وأيضا موضوع تنقل دول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد العملة الخليجية، وهو الموضوع اللي نوقش الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. طيب دكتور، نعم. أنا هرجع لك يعني هرجع لك بسؤال. عفوا، هناك من يعتقد أنه مسمى هذه الاتفاقية لا يتفق معه مسمى، وهو التكامل، يعني اتفاقية التكامل الاقتصادي، باعتبار أنه كل دول المجلس التعاون الست تشترك في اقتصاداتها، وهو النفط في نهاية الأمر، ولا هناك وجود حقيقة بالمفهوم العلمي والعملي لكلمة التكامل. حسمع رأيك في هذا الأمر. لك أرحب بالدكتور سعادة السفير الدكتور عبد العزيز العويشي، مرحبا بك مرة أخرى، وأهلا بك انضميت لنا. وأنا أعرف أنك أنت أتيت من سفرة من قطر حقيقة إلى البرنامج، فأشكر لك يعني اهتمامك دكتور. لنرجع يعني بعض الشيء للوراء، منذ أن نشأت المجلس في عام 1981، عن أسباب تاريخية لنشأة هذه الاتفاقية. أعتقد أن كان هناك توجه من البداية، أخذ بعين الاعتبار التجارب الإقليمية الأخرى، أن يكون هناك فاصل للمسارات، يكون هناك مسار سياسي ومسار أمني ومسار اقتصادي. فالمسار الاقتصادي اللي أتحدث عنه أعتقد فصل كان وجعل هذه المسارات مستقلة إلى حد كبير، إنه ساهم في استمراريتها وساهم في إعطائها الحجم الذي يليق بكل واحد من هذه المسارات، بحيث لا تكون تابعة أو متأثرة تأثرا كبيرا بالمسارات الأخرى. ففي البداية كانت الاتفاقية الاقتصادية مثل ما تعرفون وقعت في بداية المجلس في نوفمبر 81، وكان فيها طموح كبير طبعا في ذلك الوقت. وكان أول فقرات تلك الاتفاقية هو إنشاء منطقة تجارة حرة. لم تكن دول المجلس ذلك الوقت ترتبط بمنطقة تجارة حرة، اليوم نأخذها كشيء مسلم به، في ذلك الوقت كان شيء جديد. فكان الأساس طبعا أي منطقة تجارة حرة هو الإعفاء الضريبي للمنتجات الوطنية. الإعفاء الضريبي، نعم صحيح، للمنتجات الوطنية وبما يسمح بتنقلها. في نفس الوقت اللي أنشئت فيه منطقة التجارة الحرة، طبعا لازم نتذكر في ذلك الوقت كان التبادل التجاري البيني لا يتعدى 3 مليارات دولار في ذلك الوقت. اليوم وصل حوالي 40 مليار من التبادل التجاري البيني.
في نفس الوقت الذي أنشأت في منطقة التجارة الحرة لتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس، بدأ العمل تقريبا في نفس الوقت على إنشاء الاتحاد الجمركي، وركيزته الأساسية هي التعرفة الجمركية الموحدة. فالتعرفة الجمركية الموحدة طبعا أثبتت بأنها معضلة لسنوات طويلة، لأن دول المجلس الست كان لها أنظمة جمركية مختلفة تماما، لها تعريفات وفلسفات في التعرفة الجمركية مختلفة تماما، من أقل من 2% في بعض دول في دولنا إلى ما يزيد على 12% في دول أخرى ويصل إلى 20 وغيرها. في بعض دول المجلس في ذلك الوقت كانت تعتمد اعتمادا كبيرا في إيراداتها الحكومية على الرسوم الجمركية، بينما دول أخرى ما كان يشكل لها أي أهمية. فتصور أنك تنشئ اتحاد جمركي من هذه الفلسفات الجمركية المختلفة، فطبعا أثبت ما ذكرت أنها معضلة واستمرت فترة طويلة، لكن في نهاية المطاف وبتدخل في حينه من ولي العهد الآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في عام 2001، بداية 2001 في مايو 2001 تدخل وأمر بتعديل التعرفة الجمركية في المملكة العربية السعودية إلى 5% كحد أقصى، وحل هذا في الواقع كثير من الإشكالات وأدى بسهولة إلى قيام الاتحاد الجمركي، وفعلا بدأ وأعلن في الدوحة في ديسمبر 2002 وبدأ في يناير 2003. في ذلك الوقت عندما كنا ندرس الاتحاد الجمركي كنا نتوقع أن يؤثر تأثيرا محدودا للأسباب التي تفضلت فيها، أن الهياكل الاقتصادية متشابهة، وكان عندنا نموذج اقتصادي استخدمناه قياسي، فكان حسب هذا النموذج ستزيد التجارة البينية بين 6 إلى 30% خلال الأربع سنوات الأولى من قيام الاتحاد نتيجة للجدار الجمركي الموحد. نعم. فوجئنا بالنتائج أول سنة وإنها كانت حوالي 20%، وظنينا أنها ستكون فقط سنة واحدة هي سيكون في هذا النمو القوي جدا، لكن استمر هذا المعدل، استمر هذا المعدل في بعض السنوات وصل 28%، أحيانا 25%، الآن المعدل من قيام الاتحاد الجمركي إلى اليوم أكثر من 21% سنويا. فصحيح النظرية تقول لك أن اقتصاديات متشابهة لن يكون بينها تبادل تجاري كبير، لكن فوجئنا بأن التبادل التجاري تضاعف خلال أقل من 5 سنوات. فأعتقد أن فهذا يعني البدايات، سألتوني على البدايات. في نفس الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الجمركي في قمة الدوحة في ديسمبر 2002 المجلس الأعلى، وأيضا بالواقع بحث من خادم الحرمين الملك عبد الله في ورقة المشهورة اللي قدمها في جدة في مايو 2005، بوحي من هذه الورقة والدراسات اللي تمت بين الدول الأعضاء، أعلن في قمة الدوحة عن برنامج زمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة. هذا الكلام من حوالي 5 سنوات، ووضع البرنامج الزمني كحد أقصى ديسمبر 2007 موعدا لانطلاقة السوق المشترك. فخلال 5 سنوات الماضية تم فيها الإنجاز معظم متطلبات تلك السوق، والسوق محددة متطلباتها وتعريفها في الاتفاقية الاقتصادية في المادة الثالثة الاتفاقية الاقتصادية الجديدة. نستطيع القول بأن أكثر من 90%، وقد يكون أكثر، قد تم إنجازه. من الآن إلى القمة نأمل في إنجاز 100%، لكن حتى إذا لم يكن هناك 100% القمة قريبة دكتور، إذا لم يكن 100% فحتى أكثر بكثير مما كنا نتوقع الواقع ما تم إنجازه. فستعلن في قمة الدوحة مرة أخرى بالمصادف. أنا أعتقد يعني بدون مبالغ أن السوق الخليجية المشتركة قد تكون أهم مشروع في المنطقة الآن، بلا شك هو أهم مشروع حتى الآن في مجلس التعاون، مشروع اقتصادي، وقد يكون أهم مشروع في المنطقة. قام على عمل حقيقي خلال 5 سنوات الماضية، والكريدت أو الفضل الواقع يعود إلى الإنجاز، إلى مئات من الأشخاص اللي يعملون في دول المجلس في الأمانة العامة. قد لا يكون سرا أن الأمين العام مثلا وضع هذا المشروع
كإحدى أولوياته يتابع بشكل يومي. فأنا أعتقد أن الآن سنرى إن شاء الله إن شاء الله طبعا عائد لأصحاب الجلالة والسمو القادة أن سنرى في قمة الدوحة إن شاء الله سيكون هناك إعلان عن السوق المشتركة. خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء لإقامة السوق المشتركة تم الاتفاق على مواضيع كثيرة اللي صحيح. أعتقد أنها ستهم المواطن. بعضها نفذ بالفعل وبعضها على الأقل صار في اتفاق وبعضها سيكون اتفاق عليه في قمة الدوحة في ديسمبر القادم. فإذا حبيتوا طبعاً حنأتي إلى ماذا تحمله من نبدأ عن السوق المشتركة. ليست شعاراً ليست وليس هو مكان على فكرة. بعض الناس يفتكرون أنه مكان معين ولا علاقة لها بسوق الأسهم ولا علاقة لها إلا بشكل بعيد. طيب أنت كأحد دكتور سعادة السفير كأحد المهندسين لهذه الاتفاقية ولك باع طويل فيها، هل بكل أمانة سأرجع لك بهذا السؤال تلبي طموحات القيادة؟ طبعا ما أنت جيد، لكن هل تلبي طموحات القيادة وطموحات شعوب هذه المنطقة؟ هرجع لك بهذا السؤال. دكتور حبيب، هناك من يعتقد أن هناك لا مجال للتكامل الاقتصادي لما قاله سعادة السفير وأشار إليه بأنه أساسا الدول الستة تشابه إن لم يكن يعني 100% في هياكلها الاقتصادي، فأين التكامل؟ يعني هناك نفط، هناك نفط، هناك حتى صناعات الآن تقام في دول الستة تتشابه تماما، ليس هناك مجال للتكامل الاقتصادي في الأساس. تعليقك. أولا رحب بضيفك سعادة السفير، مساك الله بالخير. الله يسلمك. الحقيقة يعني صح، نعم الأمور هذه تتشابه، لكن نحن نتكلم عن تكامل اقتصادي. وإذا كانت عوامل الاقتصاد اللي أنت تتكلم عنها أستاذ طلعت هي تقريبا يعني أحادية في دول مجلس التعاون بحكم أن نحن يعني دول خليجية نفطية، صحيح، بنعتمد على تصدير النفط يعني كمصدر أساسي للدخل القومي، أن هذا لا يمنع أن يكون هنالك في تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون، لأنه هو ده جزء من الاقتصاد. بس المشكلة دكتور هذا التكامل غير مطبق حقيقة على أرض الواقع، ليس مطبق. يعني تجد نفس المصنع هنا ونفس المصنع هناك، لا تجد تكامل من ناحية يعني العملية الإنتاجية بنهاية الأمر. خلينا نكون صريحين وبلا تحفظ، تفضل سيدي. لا، هو يعني التنسيق بعدين تأتي دور الإدارة هنا، نعم، دور الأمانة العامة، دور الدول والاجتماعات اللي بنسمع عنها، القمم اللي بتتم، هذا كلها يعني تدليل العقبات والتخطيط والتنظيم والتنسيق بين دول مجلس التعاون. لكن خليني أقول لك يعني هو بالنسبة للتكامل الاقتصادي هي الهدف يعني اللي نحن نوصل إليها، لكن يتطلب ذلك وجود عندنا سوق خليجي، سوق مشتركة، سوق خليجية مشتركة، وهذا اللي نتكلم عنه، والقمة إن شاء الله سوف تتحدث عنها إن شاء الله وتقر السوق إن شاء الله. اتحاد جمركي كما تفضل سعادة السفير أن يكون هنالك في يعني وحدة في عملية الرسوم الجمركية والتعرف الجمركية، وهذا طبعا يعني يقوي موقف دول مجلس التعاون مش بينها مع الدول الأخرى. فأنت تنظر إلى منظور التكامل الاقتصادي في مواجهة الاقتصاديات الأخرى، نعم، والتكاملات والتجارب الأخرى الموجودة. مثلا السوق الأوروبية المشتركة لن تحترم، أو منظمة التجارة العالمية إن شئت أن تقول أنها لن تحترم الآن إلا الكيانات القوية، صحيح، واللي هي داخلة في تكاملات اقتصادية تستطيع أن تؤثر داخل منظومة منظمة التجارة العالمية في تحقيق مطالبها الاقتصادية والدفاع عن منافعها في الداخل. فالآن أصبح عصر العولمة وعصر منظمة التجارة العالمية التي لا يمكن للدول منفردة أن تؤثر في أو تطالب بقضاياها أو تحقق أهدافها الاقتصادية. فالتكامل الاقتصادي الآن ليس فقط لتحقيق منافع داخلية بين دول مجلس التعاون الستة، ولكن هي الحقيقة الهدف منها أيضا الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة تجاه الاقتصاديات الأخرى. فنحن نستطيع أن نكون مثلا قوة تفاوضية، صحيح، ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، صحيح، ما بين الأطراف الأخرى في أي منظومة أخرى خارج في السوق الأوروبية المشتركة أو في الاقتصاد الياباني والأخير. نحن نكون عندنا قوة اقتصادية قوية في تحقيق التكامل. مثلا الدول الآن لن تتعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي
وتحقيق أهدافه الاقتصادية إلا من خلال وجود اتحاد جمركي. صحيح. الآن الاقتصاديات الأخرى تقول أنا كيف أتعامل معكم؟ طيب دكتور أنا مضطر أقف لوقفة إعلانية بس هرجع لك أنت كمتخصص وكما يعني أنا أعرف رسالة الماجستير لها علاقة بدوام التعاون وأيضا رسالة الدكتوراه، هل أنت مقتنع بصدق وأمانة بما أنجزه المجلس في هذا الأمر؟ هستمع لرأيك بكل صراحة. وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود نقاشنا الهام في مسيرة المسائل الاقتصادية والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون. ابقوا معنا. هذا أكبر وذاك أصغر، من يدري كيف تتبدل المواقع وما هي اللعبة؟ أعزائي مشاهدي قناة CNBC عربية، لمن انضم إلينا حديثنا هذه الليلة هو عن تقييم حقيقة لمسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الذي يعني استمرت الآن هذه المسيرة الطويلة لأكثر من ربع قرن من الزمان بمناسبة طبعا قرب انعقاد القمة الخليجية القادمة في الدوحة. معي في الاستوديو سعادة السفير الدكتور عبد العزيز العويشك وأيضا ضيفي الآخر والدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أرحب بكم جميعا دكتور عبد العزيز، لنتحدث قليلا عن السوق. عفوا في تليفون أرجع لك دكتور، أنا آسف. معي على الخط الأستاذ عبد الغني الأنصاري من مدينة منورة. أستاذ عبد الغني تفضل. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. الله يسلمك. الله يحييك. هو في سؤال ورجاء من المسؤولين في دول مجلس التعاون أنه 25 سنة ولا يوجد أي تكامل اقتصادي حقيقي يفتخر فيه المواطن في مجلس التعاون، يحتاج فعلا انا في وجهة نظري الشخصية انه في انه الامور اللي تمنع وجود هذه التكامل ان كانت خلافات بسيطة يجب انه نضعها على الهامش او على الرف، لانه في مصلحه وفي لازم يكون عندنا بعد للمستقبل. لن يحترمك الاخرين ولن تكون لك كلمه ان لم تكن متكامل، ان لم تكن قوه، ان لم تكن مجموعه، ان لم تكن صاحب اداه الضغط. كيف نكون اداه ضغط اذا نحن اصلا مفترقين؟ نحن ما استطعنا انه نوحد البطاقة إن أدخل أي واحدة من دول الخليج ببطاقة الهوية لأسباب كذا أو كذا. يحتاج فعلا إنه ننظر للمستقبل بنظرة ونترك الأمور اللي تمنع
اندماجنا وقوتنا واتحادنا جانبا. طيب أخ عبد الغني، يعني أنت من كمواطن خليجي، ما هو طموحك للتكامل؟ كيف تعرف التكامل الاقتصادي وتطمح إليه في دول مجلس؟ يا سيدي، أولها اللي هي كنا نعمل في 2010 يكون عندنا عملة. صحيح. كل سنة يقول لك حنمددها، كمان اختلفنا على والله نسب تضخم، اختلفنا على تقييمنا للعملة وعلى يا جماعة عندنا مثال موجود، الوحدة الأوروبية حتى لو قلنا إن لها 50 أو 60 أو 70 سنة، لكن في النهاية اتفقوا. ولا المثال على ذلك دخول الدول الجديدة، مع احترامي الفكر اللي يقول لهم سنين طويلة، طيب الدول الجديدة اللي دخلت وانضمت خلال السنوات الماضية كيف انضمت؟ سؤال يطرح فعلا، إذا يجب أن نفكر في مصلحة المواطنين في دول مجلس التعاون أن نكون قوة، في عدم اتحادنا هو ضعف لنا، وأن نكون سهل اقتحامنا، سهل أنه اقتصادياتنا تنهز في أي موجة عالمية أو أي كارثة تحصل في المنطقة. الأستاذ عبد الغني الأنصاري مدير منور، شكرا لك، حيجاوب عليك سعادة السفير الدكتور عبد العويشق. يعني وكأنه الأستاذ عبد الغني ليس مبتهجا كثيرا بما تم إنجازه في هذه المسيرة. تعليق سيدي. أنا أعتقد بالأشياء الإيجابية أن المواطنين في دول المجلس يأخذون مجلس التعاون بجدية ويعلقون عليه أمال كبير. أنا أعتقد هذا شيء جيد. بنفس الوقت أيضا يجب أن نضع بعين الاعتبار عدة أشياء. طبيعة أي تجمع إقليمي هو تجمع لعدد من الدول، ويتم تنفيذ خطوات التكامل حسب ما تراه تلك الدول يحقق مصلحتها، ودور المجلس هو أن يقرب من هذه المصالح حتى لا يصاب الأخ عبد الغني بالإحباط. يعني لو أقارن بالتجربة الأوروبية، التجربة الأوروبية السوق الموحدة وسوق مشتركة بدأت في عام 92، بعد 36 سنة من قيام الاتحاد الاتحاد الأوروبي. نعم. مجلس التعاون الآن إن شاء الله سيعلن عن السوق المشتركة في 2007 بعد 26 سنة من قيام مجلس التعاون. يعني سبقناهم بعشر سنوات، وأحد الأسباب أن نستطيع نحقق هذا إن استفدنا من التجربة الأوروبية. التجربة الأوروبية حاضرة في كل اجتماع وفي كل نقاش في مجلس التعاون، ونستفيد منها ونحاول نتجنب بعض الأخطاء. نعم. حتى أيضا مرة ثانية لا يصاب الإخوان بالإحباط، وصلت دول المجلس إلى بعض نواحي التكامل التي لم يصل إليها الاتحاد الأوروبي والعكس، وفي قضايا هم تقدموا فيها نحن لم نصل لها حتى الآن، ونأمل نصل لها قريب. مثلا المواطن الخليجي اليوم بحكم القانون، بقوة القانون، يستطيع أن يتلقى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في أي دولة من دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني تلك الدولة. أي خدمة تقدمها الحكومة في المجال التعليم أو الصحة أو المجال الاجتماعي تعطى لجميع المواطنين في نفس الوقت. الاتحاد الأوروبي إلى اليوم وبعد مرور 15 سنة على قيام السوق المشتركة وما يسمى السنجل ماركت، إلى الآن لا يوجد في هذا الشيء الخدمات المجانية تقدم، وكأن هذه الأمور تحسب لنا. يعني أعتقد في بعض النواحي طبعا هم سبقونا، ونحاول أن نصل في هذا. مثلا موضوع الأسهم تملك، لكن يمكن دكتور معليش أنا يعني أتفق واختلف، أنه لا ما يمكن نقارن حجم دول المجلس بحجم السكان بالدين واحد، الآراء تعرف العادات واحدة، يعني الوحدة الأوروبية وتعقيداتي حقيقة. صحيح، المفروض يكون أسهل يعني. في بعض من ناحية أخرى طبعا أحد عناصر السوق المشتركة هو التنقل، حرية التنقل. صحيح، حرية التنقل. لكن دول الاتحاد الأوروبي ليس عندها المشكلة الموجودة في دول المجلس، وهي وجود عدد كبير جدا من الأجانب. صحيح. فهذا حتى الآن عرقل للتنقل، ومع ذلك فإن مواطني دول المجلس يتنقلون الآن بالبطاقة بين خمس دول بعد المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي وهذا العام وقعت اتفاقيات مع سلطنة عمان، مملكة البحرين، ودولة الإمارات للتنقل بينها وبين تلك الدول بالبطاقة، وباقي قطر والكويت أيضا في الطريق. لكن هذا طبعا هذا حرية التنقل ليست مثل حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي. صحيح.
بسبب وجود أعداد كبيرة جدا. لكن هل حرية التنقل دكتور، هل حرية التنقل هي مربط الفرس هي طموحنا؟ لا لا لا. طيب هذا واحد من عشرة أنا هرجع لك بالسوق الخليجية المشتركة للتعريف بها وتوقعات والطموحات، لكن أتوجه للدكتور. دكتور حبيب مرحبا بك مرة أخرى. كيف يا دكتور تقيم يعني المسيرة الطويلة المسيرة العظيمة التي حقيقة كلنا نحترمها ونجلها، تقييمك من متخصص في هذه المسيرة وفي اقتصاديات دول مجلس التعاون؟ يعني هناك من كثير يربط في عملية تقدم المجلس أن حرية التنقل، أنا أعتقد أن حرية التنقل هي الأمر الوحيد الذي يعني سيجعلنا متكاملين. يعني أنا أعتقد حرية العمالة، حرية تبادل الخبرات، العمالة العمالة تتنقل من هنا إلى هناك، الموظف الخليجي يستطيع أن يجد عمل هنا وهناك وكأنه في بلده. أنا أعتقد في أمور أكثر من عملية التنقل بالبطاقة. تفضل سيدي. نعم، هو الحقيقة نحن لا نلوم أي مواطن خليجي أن تكون طموحاته أكبر مما هو تم إنجازه على أرض الواقع. هذا الحقيقة نحن نحترم كل مواطن الحقيقة. صحيح. ونحن مواطنون بأنه ما يعني دكتور حبيب في مكالمة دولية، معليش على حظك مكالمة دولية حرجع لك قاعدك سيدي. معي الأستاذ علاء الدين من دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ علاء السلام عليكم سيدي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الصحة أخواني؟ الله يحييك سيدي. حياكم الله. كان عندي استفسار بسيط. تفضل. عن التقاعد الخليجي لمواطنين دول مجلس التعاون. إيش اللي صار عنه ولا ما الذي بيحدث عنه في إن شاء الله قريب العاجل يعني؟ أن يكون في نظام تقاعد موحد لأبناء دول المجلس؟ صحيح يعني، أو نظام هيئة تقاعد، لأن يعني عندك طول مجلس التعاون اعذرني يشتغلوا مع بعض يعني في صحيح. جميع المناطق، لكن ماذا نعرف عن التقاعد حالهم، المصلحة المنافع يعني الأدفانتج حالهم؟ طيب سعادة السفير حجاوب عليك، بس أتوجه لجدة وأرجع لسعادة السفير للإجابة على هذا السؤال المهم. تفضل دكتور حبيب. كمل الله يحفظك. نعم الحقيقة يعني السؤال اللي كان عن إنجازات دول المجلس يعني وإن لم تكن يعني تصل إلى طموحات المواطنين، لأن هنالك الحقيقة الكثير من الأشياء التي يعني استفاد منها مواطن دول المجلس التعاون حتى الآن، مثل السماح لمواطني دول المجلس بممارسة التجارة وتجارة التجزئة وتجارة الجملة. صحيح. وهذا شيء الحقيقة شيء طيب. وأيضا تملك العقار والأسهم، وكما سمعنا يعني في الفترة الأخيرة المملكة العربية السعودية سمحت لمواطني دول مجلس التعاون بأن يتملكوا الأسهم السعودية. أيضا المشاركة في المشاريع كالزراعة والصناعة وإقامة المراكز التدريب، وأيضا الحصول على قروض من البنوك الخليجية وإقامة المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، في مجال الخدمات، في مجال الصناعة، إقامة المؤسسات المشتركة أيضا مثل مؤسسة الخليج للاستثمار وغيرها من مركز التحكيم التجاري واللجنة الإقليمية للقطاع الخاص والعام. هذه كل الحقيقة من المشاريع التي لم تكن موجودة قبل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صحيح. لكن هو أظن الهم الكبير الآن للمواطن مواطن دول الخليج هو أن يرى السوق الخليجية المشتركة واقعا ملموسا، لأنه حتى سؤال التقاعد الحقيقة هو يأتي ضمن مفهوم السوق المشتركة. فإذا كان عندنا نحن سوق مشتركة في القريب العاجل إن شاء الله، يعني ذلك أنه يكون هنالك عندنا نظام تأمين، نظام تقاعد، نظام تملك العقار، نظام تنقل رؤوس الأموال، معاملة المواطنين معاملة المواطن دون تمييز إلى آخره. صحيح. هذه كل الحقيقة تداعيات يتطلب وجود سوق مشتركة حتى يفتح المجال أيضا لوجود عملة خليجية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذه طموحات أبناء دول الخليج، وأعتقد أن هذه الآن نحن قاب قوسين أو أدنى لعدة أسباب. من هذه الأسباب طبعا كما تعرفون ويعرف الاقتصاديون ويعرف المواطنون أن هنالك كثير من الأشياء أيضا أذيبت بحكم دخولنا إلى منظمة التجارة العالمية. يعني بعض الأشياء كانت فيها حساسية الآن أصبحت هنالك فيه نوع من الشفافية. كثير من الأمور بين دول المجلس كانت يعني تقف عند قضية الإفصاح والشفافية ترانسبيرنسي. هذه طبعا في دخولنا لمنظمة التجارة العالمية من إحدى مبادئ هذه المنظمة أن يكون هناك مبدأ الشفافية بين الدول الأعضاء.
فإذا نحن الآن يعني نسير في الاتجاه الصحيح. تبقى الآن الإرادة لدى المسؤولين الحقيقة اللي ماسكين القطاعات الاقتصادية، وكل فيه يعني تخصصي وفي مجاله، مثلا الاتحاد الجمركي، البنوك المركزية، المصارف الخليجية، هذه كلها يجب أن تؤثر في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تدخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حتى يمكن أن نصل إلى ما يسمى بالتكامل الاقتصادي المتكامل اللي نحن حنواجه فيه بعد ذلك أي تكامل. طيب دكتور، أنا حرجع لك بسؤال تقييمك لحقيقة لمنجز كبير وهو الجدار الجمركي الموحد، والذي كما هو معروف واعتمد فعليا في عام 2003، إلا أن هذا الجدار لم يعمل بطاقته القصوى لأسباب حقيقة يمكن يعلق أو يعرج عليها الدكتور سعادة السفير عبد العزيز العويشي، لعملية التحاسب وعملية التسويات والتدريب والتأهيل للموظفين. لكن أحيانا حتى لو عندما تقول هناك تكامل اقتصادي، أحيانا يتم في دول المجلس بنسب مختلفة. يعني خليني أعطيك مثلا سوق المال. سوق المال أحيانا ما يطبق في المملكة للخليجيين قد لا يطبق في الكويت للخليجيين. إذن اختلاف التطبيق حقيقة قد يخلق مشكلة، وعدم توحيد التطبيق في دول مجلس التعاون. أحب أسمع رأيك بس وجه لسعادة السفير. دكتور عبد العزيز، يعني طبعا جواب الأستاذ علاء الدين من الإمارات موضوع التقاعد الخليجي آخر الأخبار. نعم، هناك قرار من المجلس الأعلى من عدة سنوات بما يسمى مد المظلة التأمينية لمواطني دول المجلس. الآن نفذ هذا في جميع الدول الأعضاء، بمعنى أن التشريع الذي يخص التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الوطني يتبع المواطن، يعني في بورتبل انشورنس مثل ما يقال، يتبعه أينما ذهب وتستمر خدماته سواء كان يعمل في بلده أو في أي واحدة من دول المجلس. وهذا بدأ بالتنفيذ فعلا في جميع دول المجلس. احنا وعدنا المشاهدين اعتقد ان نتحدث ما هي السوق المشترك. السوق المشترك اذا سمحتوا لي اعدك حرجع لك سيده، بس في تليفون على الخط من فتره، اعدك حرجع لك على طول. سعاده الاستاذ غبر القحطاني من الدمام، تفضل سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. الله يمسيك بالخير طال عمرك. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا اخوي، الله يطول عمرك. انا بتكلم بالنسبه للعقار، لما يقول لك امتلك العقار الخليجي. نعم نعم، حنا طال عمرك خليجيين، مفروض أن نمتلك العقار ونمتلك طال عمرك البيوت ونمتلك طال عمرك. صحيح. الآن طال عمرك لمني أنا خليجي وأروح طال عمرك أما للبحرين ولا أروح القطر، يعني أمتلك لي عقار، لا يخلوني أمتلك عقار كأنا مواطن. سمعت ولا لا؟ إلا إذا كنت رجل أعمال. أيوه. عاد رجل أعمال لصفته الحالة. كأني أنا مواطن وللحق في دول الخليج طال عمرك أن نتملك مثلا عقار مثلا بيوت. فإحنا طال عمرك بالنسبة للسوق، يوم يتكلم عن السوق السعودي، نعم إحنا يا أخي إحنا طحرة في انهيار السنة اللي راحت، وفي من المساكين الضعوف اللي باعوا بيوتهم وراحوا الآن ضحايا السوق. فأنا أبغى أتوصل للضيف اللي كان اللي معك من السعودية. طيب دكتور، إذا هذا أستاذ غابر القحطاني من الدمام، حجاوب عليك سعادة السفير الدكتور عبد العزيز. الفرد لا يستطيع أن يتملك عقار؟ لا أعتقد في دول مجلس قد يكون هناك حالة يعني غير مفسرة، فأتمنى الأخ الكريم أن يتصل بالأمانة العامة حتى نشوف، لأن في معظم دول المجلس في معظم الحالات أنا كفرد أستطيع أن أتملك عقار، ما في مشكلة، لغرض السكن أو الاستثمار. أو الاستثمار ما في مشكلة. طيب يعني عودة للسوق المشترك، قيد واحد فقط على التصرف بالأرض الخام لمنع المضاربات فيها فقط، يعني ضابط من الضوابط، لكن التملك بشكل عام. السوق الخليجية المشتركة، السوق المشتركة تقوم على مبدأ وتتبع 10 مسارات وتطبق على 3 مستويات. إذا سمحت لي بس أعطني دقيقتين. المبدأ الأساسي ومنصوص عليه بالاتفاقية هو المساواة التامة في المعاملة دون تفريق أو تمييز بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، جميع الأنشطة الاقتصادية، هذا هو المبدأ. بعدين فصلت الاتفاقية 10 مسارات التي يجب فيها تطبيق هذا المبدأ اللي ذكرت: ممارسة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية، ممارسة المهن الحرة والحرف، المعاملة الضريبية، تنقل رؤوس الأموال، الاستفادة من الخدمات التعليمية اللي ذكرتها والصحية والاجتماعية، العمل في القطاع الأهلي والحكومي، التأمينات الاجتماعية والتقاعد،
تملك وتداول الأسهم وإنشاء وتأسيس الشركات والتنقل والإقامة. فهذه المسارات هي التي هي مسارات السوق المشتركة حسب ما تعرفها. التطبيق يتم على ثلاثة مستويات، ومن هنا أحيانا يكون فيه فجوة زمنية أو لا.